بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، إن شاء الله دلوقتي هنبدأ حل امتحانات النصف الأول من كتاب ميرسي. هنبدأ دلوقتي بأول امتحان. الامتحان الأولاني عبارة عن إيميل من سارة إلى بريجيت، فبتقول لها صالي بريجيت، مرحبا بريجيت. On va faire deux quatre samedi après-midi avec بولا، يعني أنا سوف أمارس التزلج samedi يوم السبت après-midi بعد الظهر avec بولا. وطبعا زي ما أنتم عارفين كلمة سكات والتزلج باستخدام حذاء تزلج. On se retrouve، نحن سوف نتقابل ديفان لو بارك سيزير أمام الحديقة العامة الساعة الرابعة بعد الظهر. تي فو فينير أفيك نو، هل تريدي أن تأتي معنا؟ بور ألي أو بارك، لكي تذهبين إلى الحديقة. سي فاسيل، إنه سهل. بروند لا ري فيكتور هوغو إن فاس دو ليسي، يعني خذي شارع فيكتور هوغو أمام المدرسة أو في مواجهة المدرسة الثانوي. بوي بروند لا دوزيام ري أدروات، ثم خذي ثاني شارع يمين. كونتينيي، استمري جوسكا على فارماسي، حتى الصيدلية. اي تورن أغوش، ثم اتجهي شمالا. لو باركي لا، المنتزه أو الحديقة العامة هناك. أكوتي دو لا فارماسي، بجوار الصيدلية. Il va faire chaud، الجو سوف يكون حار. أبورت، أحضري إن كاسكيت إي دي لونيت دو سولي، ونظارة الشمس. أ ساميدي، إلى اللقاء يوم السبت. سارة، بنيجي بقى على الأسئلة. وقبل ما نحل الأسئلة عايزكم طبعا تقروا القطعة مرة واثنين وثلاثة وتحاولوا بنفسكم الأول وبعد كده بتشغلوا الفيديو كمان مرة وتتحققوا من إجابتكم إذا كانت صح أو غلط، علشان نمشي بطريقة صحيحة وما نغلطش. السؤال الأولاني شوازي لا ريبونس كوريكت. رقم واحد، سارة في الدوسكات، يعني تمارس التزلج إمتى؟ ساميدي متان، ولا دي مانش أبريميدي يوم الأحد بعد الظهر، ولا ساميدي سيزير، ولا دي مانش سوار؟ طبعا الإجابة رقم إيه؟ بي، يوم السبت الساعة الرابعة. وطبعا هي قالت الكلام ده في القطعة في السطر الثاني. رقم اثنين، لو ليسي اي نوات لاري فيكتور هوغو، المدرسة طبعا هنا ديفان امام شارع فيكتور هوغو. ما ينفعش اكوتي دو، بجوار ولا ديرير او اغوش دي، ليه؟ لان هنا هو اون فاس دو ليسي، يعني امام الايه؟ المدرسة. رقم ثلاثة، ابري لا فارماسي، بعد الصيدلية. بريجيت، هنا أنا أخذ رقم سي، تورن أغوش، تتجه شمالا. أي نرجع السؤال الرابع، ساميدي الفا فير، الطقس سوف يكون إنسوليي، يعني مشمس. أما بروا، بارد. جلاسيو، يعني مليء بالجليد. بلوفو، يعني ممطر. نيجي على الوثيقة الثانية وبنفس الطريقة برضو نقراها مرة واثنين وثلاثة ونحاول نحل لوحدنا على قد ما نقدر، ونرجع نشغل الفيديو ونشوف الإجابات الصح. كيل تون بريفيريفو، ده العنوان، أي طقس تفضلوه؟ طبعا السؤال ده مطروح على الأربعة دول، دانييل بولمو أنا، جيم لوتون، بحب الخريف، إليفير والشتاء. جوديتيست ليفون، أنا أكره الرياح. مي جيم لابلويه، ولكن أحب المطر. سوزان، الجيم لانيج، أحب الجليد. سي جينيال، شيء رائع. جادور لامونتاني، أنا أعشق الجبل. إيه لوسكي، والتزلج على الجليد. إيه جيم نويل، وبحب طبعا رأس السنة. لو فان سانك ديسمبر 25/12. سي مونجور بريفيري، إنه يومي المفضل. ناتالي بتقول إيه؟ ما سيزون بريفيري إيه ليتي، فصلي المفضل هو الصيف. سي لي فاكانس، إنها الأجازة. جي في على بلاج، أذهب إلى الشاطئ. جادور لي سولي، أعشق الشمس. توم بيقول إيه؟ نو، نحن
اونيم لو برانتو، نحب فصل الربيع. الفيبو الجو بيبقى جميل. اي اون فا الى كامباني، ونذهب الى الريف. الاسئله، السؤال الاولاني، توم بريفير، توم ده بيفضل ايه؟ طبعا قال لي لو برانتو، نرجع للوثيقه بنتو، وهو قال لي احنا بنفضل الايه؟ الربيع. لازم ارجع كل شويه للوثيقه عشان اتحقق من اجاباتي. اونيتي ناتالي فا، في الصيف ناتالي فا ايه؟ على مير، الى ليه؟ البحر. ونرجع تاني، ناتالي بتفضل تروح البلاج اللي هو الشاطئ اللي هو بتاع الايه؟ البحر. السؤال السابع حسب ترتيب الاسئله، سوزان امبير، هناخد رقم ايه؟ دي اللي هو التزلج على الجليد. رقم أربعة أو رقم ثمانية، دانييل نيمبا لا يحب إيه؟ طبعاً ليفو، وهو قال لي الكلام ده في أول جملة إن هو ما بيحبش الإيه؟ الرياح. نيجي على سؤال المواقف. هنا بيجي لي طبعاً في الامتحان ثلاث مواقف، وكل موقف بإجابتين بدرجتين. فقول كيسك أون بيدير دون لي سيتياسيون سويفونت. Choisis les deux réponses correctes. اختار الإجابتين الصحيحتين à chaque situation لكل موقف. الموقف الأول، ton ami te demande صديقك يسألك la profession de ton père عن وظيفة والدك. Qu'est-ce qu'il dit؟ ماذا هو يقول؟ اللي هو الصديق. هيقول لك كلي ton métier، طبعا لا. كلاجة ton père أو أبيت ton père. هنا كيفي ton père دي الإجابة رقم دي صح. وكلينو ميتير دي تون بير برضو الإجابة رقم إي الأخيرة. الموقف الثاني في الامتحان، تي أنونس أنت تعلن آتي زامي إلى أصدقائك تي بروجي بين دان لويك إند، ما شريعك إلا تعملها يوم العطلة. كيسكي تو دي، طبعا هنا أقول جي فيان دولا بيسين، طبعا لا، جي في بواياجي على مير، سوف أسافر إلى البحر. جي في سورتير، انا سوف ايه؟ اخرج، هي دي رقم سي. اما جي في الي اليكول، طبعا لا لان يوم عطله. سي لو سامدي لو ديمانش، طبعا دي ما تنفعش. 11، تي انديك انت تبين لي كونتيننت او تذكر القاره دي تون بي بتاعت دولتك. كيسكي تو دي، اقول ايه؟ الي سيتوي اون اسي، اللي هي تقع في قاره ايه؟ اسيا. مون بي ايبو، بلدي جميله، انا بزور لو سيان، محيط، طبعا لا، او سياني لا هي اسم قاره. ال ستروف اون فيل ولا الي اون امريك دو نورد، طبعا الاجابه الاخيره صح. سؤال قواعد، شوازي لا ريبونس كوريكت. رقم 12، نو ادي كويزمو، التنكر طبعا دي جمع مذكر، هناخد لها ايه؟ بي، اللي هي كيل دي كويزمو تي بريبار بور لافيت، ايه التنكر اللي انت بتعده للحفله؟ طبعا كل الاولى دي لجمع المؤنث، دي لمفرد المذكر، دي للمفرد المؤنث. ما فيل ايبري نقط كير، طبعا مدينه القاهره مدينه مذكره، بناخد لها رقم سي. 14، جي في الاجار، انا اذهب للمحطه. بور، طبعا بور من حروف الجار اللي بياتي بعدها الفيرب في المصدر، يبقى ناخد ايه؟ بروندر لوتران. السؤال ال 15 بالاختيارات، مي كوبان، ميكو باندي طبعا بتساوي الضمير إيل أفيك إس، خلي بالكوا يا شباب من الكلام ده. إذا في الحالة دي أخد على طول رقم سي، يبقى ميكو بان فوندو باتان أجلس، يعني يمارسون التزلج على الجليد. 16، لي كارتيير، الأحياء دو لافيل سون أنيمي، زحمة، طبعا الحي دي جمع مذكر، يبقى ناخد لها رقم سي، يبقى تولي كارتيير دو لافيل سون انيمي. 17، سامي دي بروشان، السبت القادم، ودي من علامات المستقبل القريب، اللي هو بيتكون من اللي زائد مصدر الفعل. وعندنا هنا اون طبعا بتساوي الضمير ال، يبقى الفيرب اللي مع ال بناخد الاخيره اللي هي فابارتير ابوردو. في بعد كده سؤال الايميل، بقول لك ريبوند اسوميل باردو راس كومبليت. سالي بنزلها زي ما هي. كلي تون ميتير بريفيري، ما هي حرفتك او وظيفتك او مهنتك اللي انت بتفضلها؟ فانا بقول جي بريفير اي تري ميدسان، يعني انا بفضل ان اكون ايه؟ طبيب. او تي فا ترافايي، اين سوف تعمل؟ طبعا بشيل او، التي احولها الى جي،
وفيربال لي بصرفهم على الفعل الجديد، واقول جي في ترافايي ا لوبيتال، انا سوف اعمل في الايه المستشفى. اوريفوار طبعا بنزلها زي ما هي. بنيجي على السوجي بيقول لي ايه بقى؟ ديكري تافيل، اوصف مدينتك، ايه تون كارتيير والحي بتاعك، استخدم لي سي تروفي يعني توجد، وكالم يعني هادي. فانا بقول دلوقتي جابيت دون زين جراند فيل، انا اسكن في مدينه كبيره. ما فيل اي مودرن، مدينتي حديثه. دون ما فيل في مدينتي اليا انجار، يوجد محطه قطار، ان ميوزي متحف، اي اليا ان كارتيير، ويوجد حي سكني. دون سو كارتيير في الحي ده، اليا ان ايكول، يوجد في مدرسه، ان اوبيتال اللي هي مستشفى، وبعد كده 18 بوست ومكتب بريد. وبكده اعزائي الطلبه انتهينا من حل الامتحان الاول، وناخد كمان امتحان اللي هو امتحان رقم 2 في امتحانات النصف الاول. هنا فينسنت برضو كاتب ايميل بيقول سالي توماس، مرحبا توماس. صميدي فان افريل بروشان، يوم السبت الموافق 20 ابريل القادم، جي في اورجانيزي ان بيت سوف انظم حفله دي كويزي تنكريه شي موا عندي في المنزل، الاوكازيون دو مون انيفرسير بمناسبه عيد ميلادي. فيان افيك تا سير بريجيت، يعني تعالى انت واختك بريجيت. اون فا كومونسي لا بيت، سنبدا الحفله افانتي ان اير، يعني الساعة 21 يعني الساعة 9 مساء. اون فا سي ديغوزي اون بروفيسيون، يعني سوف نتنكر في وظائف. ميديسان، اطباء، انفرميير، ممرضات، بيلوت، طيارين، افوكات، محامين، بومبيير، رجال اطفاء الى اخره. جابيت او ترونت او تروا سانك بي ري نابليون، ده العنوان بتاعه باري تروا. سي فو فيني ابيض، لو انت جيت ماشي بريني لا ري اوبيرا، خذ شارع الاوبيرا تو دروا طوالي. ابريلو فو تريكولور، بعد الاشاره الثلاثيه تورني على بروميير ري، اتجه ناحيه الشارع الاول ادروا يمينا. بوي مارشي، ثم امشي جوسكا لا ستاتيو نابليون، حتى تمثال نابليون. ما ميزون اي ا فان متر، منزلي يبعد حوالي 20 متر. ان باز دو كافي، امام المقهى او الكافيتيريا اسمها سيزار. نيتار ديبا، لا تتاخروا فينسنت. الاسئله، السؤال الاولاني فينسنت انفيت توما ا ان فيت، طبعا حفله ايه؟ دان دي انيفرسير، حفله عيد ميلاد. اما مارياج زواج لا، سكسي النجاح، اوكليب النادي طبعا لا. هنا فينسنت ايني، ها فينسنت ولدت فين؟ يا قالت شهر 4 يبقى اكيد في فصل الايه الربيع، اما ايفير الشتاء لا، ايتي الصيف، اوتون الخريف طبعا في فصل الايه الربيع، لان قال لي دلوقتي كام؟ 20 4 اللي هو شهر ابريل. رقم 3 ابريل وفوق بعد الايه الاشاره. فينسنت دوا، يا ترى بروندر لا دوزيام ري، ولا تورني ا دروات، ولا تورني ا جوش، ولا ترافيرسي لا ري. قال لي طبعا تورني ا ايه ا دروات، يعني اتجه يمينا. خلاص، في عندي السؤال الاخير، فينسنت ابيت نقط لو كافي سيزار، طبعا هناخد هنا ايه ديفان، لان هي في واجهه او مواجهه، اما سير على دون يعني في ديرير خلفه ما ينفعش. الوثيقه الثانيه بعنوان كلميتير بريفيريفو اوفيتير، اي المهن تفضلوها في المستقبل؟ السؤال ده مطروح على المجموعه دي، على الثلاثه. جولي من باريس بتقول موا جيم اتر ميتسان، يعني انا احب ان اكون هنا طبيبه. جيم لوتي كونتر لي مالاد، لي مالاديي، يعني انا احب ان اصارع او اكافح ضد الامراض. مالادي يعني امراض. جي في ترافايي دون لوبيتال، انا سوف اعمل في مستشفى ديمون اونكل بيير، عمي بيير. يبقى معنى كده ان هو بيير ده بيبقى ايه؟ ميديسان.
ناتالي دي من مدينة نانت بفرنسا، بتقول أوفيتير في المستقبل جيريف أحلم ديتري فيتيرينير أن أكون طبيبة بيطرية. مونبير أين فيرم دي أنيمو، والدي يملك مزرعة حيوانات. بريدو نانت بالقرب من مدينة نانت. جيم ميأكوبي دي زانيمو، يعني أنا أحب أن أهتم بالحيوانات سيرتو لشيفو وخاصة لشيفو اللي هي الخيول. بعد كده نيكولا من مدينة مارسيليا بيقول مونبير اي كوزينير، والدي طباخ. اي جيم اتركم لوي، وأنا أريد أن أكون مثله. جيبو فير دي بلا دو تول موند، يعني أنا أستطيع أن أعمل أطباق لكل العالم. جيسويت أفوار، أتمنى أن أحصل على أو يكون عندي أن ريستورانت مطعم أو بورد لامير على شاطئ البحر. الأسئلة: لوبيردو نيكولا ترافاي دون، والد نيكولا ده بيعمل فين؟ طبعا أو ريستورانت، ليه؟ لأن بول والدي طباخ. أما أوبيتال مستشفى فيرم مزرعة كافي مقالة. ستة: أوفيتير جولي إم إتر في المستقبل، هنا جولي إم إتر طبعا عايزة تبقى إيه؟ دكتورة. ليه بقى هنا عايزة أدي جولي وعايزة في أول جملة بتقول أنا أحب أن أكون طبيبة. رقم سبعة: ناتالي إم بتحب إيه يا ترى؟ سواني ليزانيمو، معالجة الحيوانات. نجيبها منين؟ من هنا. هي ناتالي بتقول أنا أحلم أن أكون طبيبة بيطرية. لونكل دو جولي، عمي جولي بيشتغل إيه؟ طبعا ميدي سان، يعني طبيب. ليه؟ لأن في الأول أنا بقول أنا سوف أعمل في مستشفى مون أونكل بيير. ده مين بقى؟ جولي. يبقى احنا لازم نرجع كل جملة للقطعة علشان أتحقق من إجاباتي إذا كانت صح ولا خطأ. سؤالي بعد كده مجموعة من المواقف ثلاثة، وبنختار في كل موقف اختيارين صح. الموقف الأولاني: تونو فيلامي صديقك الجديد تي دي ماند يسألك تون أدريس عن عنوانك كيسكيل دي، ماذا هو يقول لك؟ هيقول لك أو أبيتي أين تسكن وكيلي تون أدريس ما عنوانك، أما ما حالة الطقس وأي لغة تتكلم وكيف تكون بلدك؟ طبعا لا. الموقف رقم اثنين: أجوردوي اليوم إليابو كودونياج، يوجد كثير من السحب برتو في كل مكان، كيسكي تو دي، هتقول ايه؟ هتقول الفا بلوار، دنيا تشتي. لوسيل إكلير، طبعا السماء صافية، لا. نيابا دونياج، لا. لوسيل إجري، السماء جري يعني رمادية، أما هنا الطقس مش مثلها. 11: تي دي ماندا تون امي ليتون، أنت تسأل صديقك عن الطقس. كيل في يعني هي حالة الطقس، كيسكي تو دي، أقول له إيه؟ يا ترى أون كيل سيزون سومنو، في أي فصل نكون؟ كليروتيل كم الساعة؟ كيل توم بريفيرتي ولا كيل توم فيتيل؟ طبعا بيسألون الطقس يديا، كومون إي ليتون اللي هي الأخيرة. سؤال قواعد: مامير فيان نقط سوبر مارشي، سوبر ماركت طبعا دي مفرد مذكر، يبقى ناخد دو. رقم 13: لا ناسيوناليتي دو مي زامي، جنسية أصحابي. طبعا الجنسية بيأتي بعدها جنسية مفرد مؤنث، جنسية أصدقائي طبعا ناخد كنديان، لأن عندي كلمة ناسيوناليتي وكلمة دي أوريجين يأتي بعدهم جنسية مفرد مؤنث دائما. 14: مارتين، وفينا كوما، طالما في كوما او علامة تعجب تبقى الجملة امرية، وطالما هنا وول مارتين يبقى الامر مع التي، في الحالة دي ناخد ايه رقم بي، ليا فا دونتا شامبر. 15: سيسوار هذا المساء الفا نقط اون فرانس، طبعا هنا دي مستقبل، دي سيسوار من علامات المستقبل، اذا بناخد مستقبل قريب اللي بيتكون من اللي اللي هو فا زائد مصدر الفعل، يبقى ناخد رقم سي. 16: مامير ايه، طبعا هنا عايز حاجة مؤنث، يبقى ناخد ايه؟ ميت سن، لان كلمة ميت سن تمشي مذكر ومؤنث. لوبارك المنتزه، ايه نقط لوكليب ايه لابوس، دول مكانين.
يبقى عايز اقول المنتزه عايز كلمه باينه، كلمه باينه يعني انتر، يبقى لو بارك ايه انتر لو كليب ايه لا بوست، بين النادي ومكتب البريد. اما اكوتي عايز دو، وسو طبعا ما تنفعش، وكلمه سور اوقا برضه ما تنفعش. نيجي على الايميل، بيقول لك اجب على الايميل بجملتين كاملتين. صليب انزلها كيل تون ايل في دون تون بي، ما هي حاله الطقس في بلدك؟ اقول دون مون بي ال بي يعني الجو بو جميل. ممكن اقول ال في شو الجو حار، اه ال في برواد زي ما انا عايز. او تي فا باسي الويك اند بروشان، اين انت ستقضي يوم العطله القادمه؟ الاجابه جي في باسي الويك اند على كامباني في الريف. او ريفوار طبعا برضو بنزلها زي ما هي. بنيجي على السوجي ديكري لا فيت دو تون انيفرسير، يعني اوصف حفلة عيد ميلادك، استخدم المكان والبروجرام. بقول له ساميدي سوار يوم السبت مساء جي في فير ان فيت، سوف اقوم بعمل حفلة جي شي موا عندي في المنزل. الاوكازيون دو مون انيفرسير بمناسبة عيد ميلادي. جانفيتو مي زامي، انا داعي كل اصدقائي. اون فا شانتي، سوف نغني دانسي نرقص. ايه مانجي دي جاتو، وناكل ايه جاتو. وبكده اعزائي طلبه الصف الثاني انتهينا من فيديو النهارده، وحلينا في اول امتحانين اتنين في الايه في كتاب ميرسي على الترم الاولاني او الفصل الدراسي الاول. واتمنى ان احنا نكون استفدنا من هذا الفيديو، ان شاء الله نكمل الفيديو القادم بقيه حل الامتحانات. استنونا وما تنسوش الاشتراك، واتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.